الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتقرب فيه إليه بالطاعات. وقد كان المسلمون في صدر الإسلام يحافظون على هذه الطاعات والعبادات في كل الأوقات والساعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع ويسر، حكم فقدر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أول سابق الخيرات. ثم أن براني خشيم سلامي فاي قرتاني بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعلوم همتانا مسلمان كمان رمضان وبيت النيوان مان راسي ما يك زور في روز زور مباركة موسمي طاعات وتقوى فاي تبارك وتعالى فاي تبارك داينا أبو إما احتياجي بعبادة يمن يبرام داينا أبو هو إما قر تقوى فاي تبين بلكو پاداش و أجر صوابي كي زور ما في بها مثلا أنا أو مانا لنا القدرية كلا هزار ما عبادتك يكشف وشيء لو تقدر عبادتك خير زيادة لو أو فضائلك رحمتك لا ترفع دارت على جاء مثلا أما مانع صبرة بام سلمان خو قرب آرامين هبي ريس بقول لم مانع مباركة تماشاك أو دين كان تربك مسيحي ويهودي وهالشي هي أديان تل سيلا كي هو خوان ريس قرن لدين كانوا آين كانوا هيش قبولنا كان كسيد سوازيب قال جاء إما كدينا كمان حقا دين قرآن قرآن كلام خوايا أم شريعة إسلام كهالة قرآن بيروزا حكم شريعة خواي تبارك وتعالى كخالقي همو كائنات وهم اشتيكا كأو أولا ترى يعني زور زور بأهمية ترى إما تخواي خواي بكين تهو عبادة بكين ألم معنا بيروزا ماني صبر صبري شفاداش تهر باشتا ماني كأبيسر خوشي ليكتري بكين سردان يكتري بكين دز دز كين بو يكتر بيارمتي يكتر بوين شهر المواسات ويزادوا فيه رزق سيدي كتن مبارك شهر رزق فيها زياك على ما هي رمضان جاء بي اما مثلا فاداشت مان اقية اجر مان اقية اقر ميوان مثلا هنا افتار افتار بوين بوانا وكر رجوان خزمة مسلمان بكين في غمر صلى الله عليه وسلم من فطر سائما كان مخيرة لذنوبه وعتق عقبته من النار عتق رقبته من النار وله مثل أجر الصائم من غير ينقص من أجر شيء. أجر أوى أبي بويت دم من يكون مسلمان يكون رجوان يان بس يقدن كخرماي يان مثلا برداغي كي هن ما استاو بي هرشي بي فرمي أيوتا هن هو وكل قلنا حكاني خوش بفايدة الله تعالى وإمجا هن شي آزاد بي آزاد شكال أبي جهنم وأوني أو رجوان شا فاداشي بويت بيه وهين رجوانك أجر فاداش رجوكي كم كا إم جاء فرمي أجر وابكا ومن سقى مسلما سقى الله من حوضي فلا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة أجر بيته مثلا هيك كيش راسي أو بيان جامي أو بات دم رجوانكو فايت على الرش كيامتها لحوضي كوسر أي في أغاو شر في بشي أغاك يتلفت تيني نابي جاء رسالة منه مثلا في عمكي من أوية لم أي مسلمان زور احترام رمضان كن وبا اشكرا وانا جبر روجوني با واشكرا نا نخون لبرنا فرقا زوار نكيشن بازار كمان همو ان كاني تشيش خانه كاني بردمي با بوسري هيك يعني مسهري كنا عشرين ديالنا بلا رمضان يعني ابي همو ما نغيز بين لما رمضان وروجوش بقرين جيكل وعبادته حتى صحتي شبو ايما وتا صحتي مسلمانا زور بيس صحت ما قرابه ان خوشي زور بيدا بوا لو او رجو قلتنا ببيتا هو شفاي نخوش كان معني ان شاء الله وامير دوار ان شاء الله اخوائي تبارك وتعالى وما نقينا رمضان اجر بادا شقي بني سمان كو توبيك الراس تحين بحين لما ان شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد الامي الطاهر الزكي وعلى ال بيته الطيبين وصحابته الغر الميامين اجمعين امين الحمد لله رب العالمين.